السلام عليكم. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين في البرنامج الرمضاني اصنع نجاحك بنفسك. واليوم احنا في الحلقة الثامنة وبنحب نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو عملية التنظيم. وخلينا نتكلم إخواني الفاضل ونحكي انه عملية التنظيم هي عملية مهمة جدا لكل الناجحين ولكل من أراد النجاح. وخلينا احكي لك انه هذه العادة التزم بها أغلب الناجحين إخواني الفاضل. ليش؟ لأنه هي لازمة لتخطيط الأهداف ووضع الأولويات، وأيضا لازمة لوضع الهام والمهم والأهم. عشان هيك بنقول لك عملية التنظيم هي مهمة جدا لو انت حبيت تكون ناجح في حياتك. ويدعوك جول براون مؤسس موقع Addicted to Success إلى جعل تدو ليست أو تقنية تدو ليست أخي الفاضل عادة يومية من حياتك قبل البدء بالنوم. ليش أخي الفاضل؟ لأنه أنت بتكون عارف شو بدك تعمل غدا، بتكون أيضا محدد المهام اللي أنت بدك تشتغل عليها، وبالتالي بكون هناك يوم في إنتاجية ويوم بكون في productivity أكتر، في فعالية أكتر، في efficiency أكتر أخي الفاضل. فبالتالي أنت بتستثمر موردك المالي والوقت والجهد بأقصى منفعة ممكن، وبالتالي أنت هيك بتستفيد من يوم أخي الفاضل. لأنه أخي الفاضل لما أنت تربط عقلك وذهنك بشيء أنت بدك تسويه غدا بكون أكثر التزاما، يعني أنت حتى بتكون رجل committed، يعني ملتزم أكثر بفعل هذه العادات أو هذه المهام اللي أنت وضعتها قبل بدء يومك. وبالتالي أنا بحكي لك أخي الفاضل لازم تلتزم بهذه العادات to do list. حاول أن أنت تعملها يعني على قصاصة ورق صغيرة أو من خلال application معين أو من خلال يعني الأداة اللي أنت بترتاح بها وبتحس نفسك أنه أنت حتنتج وحتلتزم بهذه المهاد. لكن أخي الفاضل سهل على نفسك عبء تدو ليست وحاول أن تبسطها بأكبر قدر ممكن. ويدعونا جاك دورسي إخواني الأفاضل إلى عمل تقنية أيضا التخطيط الأسبوعي. يعني حاول دائما تضع ويكلي بلان لنفسك أخي الفاضل، يعني خطة أسبوعية في بداية أسبوعك سواء جمعة أو سبت. حاول تضع كل المهام الرئيسية خلينا نقول اللي بدك تنفذها خلال الأسبوع المقبل أخي الفاضل. هذا أيضا تقنية رائعة أنه أنت تنظم مهامك خلال فترة الأسبوع المقبل. إذا ندعونا جول براون إخواني الأفاضل لعمل خطة يومية to do list لتنظيم المهام اللي احنا بننفذها غدا، وأيضا يدعونا دورسي أو جاك دورسي لعمل خطة أسبوعية للمهام اللي احنا بننفذها على طول الأسبوع. وخليني هنا أدخل معك على تعريف التنظيم أخي الفاضل. بنقول لك عملية التنظيم بشكل بسيط هي عملية تحديد المهام الرئيسية اللي لازماني لتحقيق الأهداف على المستوى الشخصي أو على المستوى المهني، وتقسيم هذه الأنشطة إخواني الأفاضل على فترات زمنية من أجل تنفيذها في الوقت المحدد. إذن يعني عملية التنظيم بسيطة وسهلة، لكن أنت ما تعقد نفسك أخي الفاضل في عملية تحديد المهام وتنفيذها. ودعني أخي الفاضل أنا أحكي لك بعض التعليمات والتقنيات الخاصة بتنظيم الوقت أو بعملية التنظيم بشكل عام، لأنه كثير هناك يعني وناس يعقدون أنفسهم في موضوع التنظيم. يعني منهم من يستخدم تطبيقات مختلفة كشكول، دفتر، وسائل يعني معينة من مواقع إنترنت وهكذا. خلينا أحكي لك إنه أبسط وسيلة أخي الفاضل إنه أنت نظم مهامك بناء على فترات الصلاة. لو أنت يعني مسلم ومتدين يعني هذا شيء رائع أخي الفاضل إنه أنت تنظم مهامك يعني بناء على صلاة مثلا ظهر، من الفجر للظهر، من الظهر للعصر، من العصر للمغرب وهكذا. يعني أنت تمارس المهام المطلوبة وفقا لفترات الصلاة، وهيك أنت بتكون برضو ألزمت نفسك في تأدية شعائر الصلاة. وهذه أفضل نعمة إن وهبنا الله إياها، نعمة اللي هو الصلاة، إنه هي بتنظم لك وقتك ومهامك أخي الفاضل بشكل طبيعي جدا ورائع. وخليني ذكرك أخي الفاضل ما تنسى في عملية التنظيم إنه تدرج بعض الأولويات الخاصة بك مثل العائلة، العمل، البزنس، يعني التدريب، التعليم، القراءة. هذه أوقات مهمة جدا إنه هي تكون ثابتة في حياتك الفاضل وفي الجدول اللي انت بتنظمه لنفسك ولمهامك. عشان هيك بنقول لك ما تنسى يعني شغلات رئيسية مهمة جدا في هذه الحياة عشان ما تندم أخي الفاضل بعد يعني فوات الوقت وضياع العمر. وخلينا أيضا أذكرك بحاجة تانية إنه ما تعقد نفسك في تقسيم فترات الوقت. زي ما حكينا ممكن تستخدم يعني فترات الصلاة، ممكن يعني تستخدم يعني إدارة الوقت لو أنت كنت يعني تايم مانجمنت رائع، تايم مانجر، يعني ممكن تستخدم وسائل كثيرة أخي الفاضل. ولكن ما تعقد نفسك، استخدم وسائل بسيطة جدا، فترات الصلاة، كشكول صغير، يعني اكتب مهامك يعني قسمها بشكل بسيط ومنظم. يعني ما تعقد الأمور، والأمور يعني لا تحتاج إلى تعقيد منك أخي الفاضل. نظم وقتك بالطريقة اللي أنت بترتاح إلها أخي
العزيز. وخليني أحكي لك بعض التعليمات أيضا الأخرى أخي الفاضل، أنه لا تنسى مكافأة نفسك عند الالتزام بمهام أنت نفذتها أخي الفاضل، مثل يعني نزهة خلوية، مثل طعام رائع وهكذا. يعني حاول أنه أنت تكافئ نفسك عند الالتزام بتنفيذ مهام معينة. اثنين، أيضا التزم بمصفوفة الأولويات أخي الفاضل، احنا تكلمنا عنها في فيديوهات كثيرة، وأنا سوف أضع لك رابط يعني هذا الفيديو أعلى الشاشة اللي بتكلم عن المهام وتقسيمها، أنه لا مهام مهم وعاجل، مهم وغير عاجل، غير مهم وعاجل، غير مهم وغير عاجل. هذه أخي الفاضل مصفوفة الأولويات هذه رائعة جدا، أنه هي بتقسم لك المهام حسب الأولوية وحسب الأهمية وحسب أنه عاجل وغير عاجل. هذه يعني شيء رائع جدا أنه أنت تمشي عليها أخي الفاضل، ودليل مميز جدا. بحكي لك أنه أنت لازم تلتزم بعملية التنظيم، يعني سواء شئت أم أبيت، لأنه هي أساس للنجاح وأساس لتحقيق الأهداف أخي الفاضل، وهي أيضا معيار الناجحين. عشان هيك بقول لك إذا بدك أنت تكون ناجح لازم اليوم تتبنى عملية التنظيم. وبني حلقة أخي الفاضل بنصيحة مهمة جدا، ما تكون يعني الرجل ذوي المهام المتعددة، فقط خلي عندك مهمة واحدة في الوقت الواحد وركز على تنفيذها، لأنك حتحصل على أقصى منفعة منها أخي الفاضل. يعني كثير جربوا أنهم ينفذوا مهام كثيرة في وقت واحد ولكنهم فشلوا أخي الفاضل، وركزوا على أهداف كثيرة ومتشعبة وأيضا فشلوا، هذه بتكون سبب فشل كبير. ناس يعني صراحة كانوا يعني ناجحين وفشلوا بسبب أنهم ركزوا على أهداف كثيرة في الوقت الواحد. ركز فقط على هدف واحد أخي الفاضل في الوقت الواحد، إن شاء الله حتنجح في تأديتها. وهيك أنا بكون وصلت لنهاية حلقتي معكم بإذن الله تعالى، بتمنى تكون هذه الحلقة رائعة ومفيدة لكم ومشوقة. إذا عجبتك هذه الحلقة ما تبخل علي بالإعجاب والدعم، وأنه أنت تعمل اشتراك في هذه القناة. بتمنى لكم رمضان كريم إن شاء الله، ويا رب ربنا يتقبل منكم الصوم والقيام والعبادة. بشوفكم في الحلقة غدا بإذن الله تعالى، انتظروني والسلام عليكم.